سلام، كيفكن؟ اليوم جبت لكم فكرة بتجنن. رح استعمل صحن وكاسة وغراء ورح فرجيكم شو حعمل فيهم. لازم نتأكد انه ما في شي ملزق بالصحن، سو انا شلت الاستيكر عن الصحن وعن الكاسة. حط لزاق او غراء، برجع بحط الكاسة على الصحن وبكبس لمدة تقريبا 10 دقايق. على فكرة اذا ما لقيتوا الصحن والكاسة باللون اللي بتحبوه بتقدروا ترشوهم بالسبراي بينت. هيدا الشكل اللي طلع معي ستاند بطريقة كتير سهلة ورخيصة. انا كلفني الصحن تقريبا 50 سنت والكاسة 50 سنت، يعني 2 دولار. بتقدروا تستعملوا لأي شي بدكن اياه لتقدموا فيه كيك حلو، كمان بتقدروا تزينوا فيه البيت. انا عملت واحدة تانية وزينتها بشوية فازات، وبتقدروا تحطوا شمع، بتحطوا اي شي بتحبوا. ها هي النتيجة الاخيرة، بتمنى يعجبكم. لتكبر صفحتنا وقدم لكم اشياء اجمل واجمل، ما تنسوا تعملوا لايك كومنت وانتروني في فيديو جديد. باي باي.